أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، ماذا سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. سوف نبدأ عاماً دراسياً جديداً، لذا أحبتي لابد من التعارف إلى بعضنا البعض والتعرف إلى ما فعلناه خلال الإجازة الصيفية، وكذلك الهويات والأمور التي يحبها كل طالب فيكم. مباشرة بعد ذلك سوف نبدأ بتوزيع الكتب والتعرف إلى المنهاج والمادة التي سوف ندرسها، ثم نبدأ بالدرس الأول بعنوان من مصادر التشريع الإسلامي القرآن الكريم، وهو من المعروف أنه المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، والقرآن الكريم هو الذي يرجع إليه لاستخراج الأحكام الشرعية، وهو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد وأحياناً مفرقاً بواسطة سيدنا جبريل، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، والمبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس. القرآن الكريم له خصائص، وسوف نتعرف إليها خلال هذه الحصة، منها أنه وحي من الله تعالى للناس كافة، وكذلك تلاوته عبادة عظيمة نؤجر عليها، بالإضافة إلى أنه محفوظ من الضياع والتحريف، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه من أي تحريف أو تغيير أو تبديل. ولا بد أن نشير إلى أنه معجز، فلا يستطيع أحد الإتيان بمثله، وقد تحدى الله تعالى الناس الإتيان بمثله ولم يستطيعوا. في هذا الدرس أحبتي سوف نقوم بحل الأنشطة الواردة في الصفحات الأولى، ثم سننتقل للتعرف إلى مكانة القرآن الكريم، والذي كما قلنا هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، ويجب العمل بجميع أحكامه الواردة فيه. بعد ذلك أحبتي يجب أن نتعرف للموضوعات العامة التي اشتمل عليها القرآن الكريم، والتي منها المبادئ الاعتقادية والقيم الأخلاقية والأحكام العملية. فيما يتعلق بالمبادئ الاعتقادية فهي التي يجب على المسلم الإيمان بها والاعتقاد بها، كالإيمان بالله تعالى والملائكة والرسل واليوم الآخر والجنة والنار، وهي أمور لا نقاش فيها فيجب الإيمان بها. والقيم الأخلاقية هي التي تشمل الأخلاق المحمودة التي حتى الإسلام على التحلي بها، كالصدق والأمانة وبر الوالدين والنهي عن الأخلاق المذمومة كما ورد في القرآن الكريم، والتي منها الكذب والغيبة والحسد وغير ذلك. هذا بالإضافة للأحكام العملية، وهي المتعلقة بالعبادات التي تنظم العلاقة بين الإنسان وربه، كالصلاة والصوم والزكاة، وكذلك المتعلقة بالمعاملات التي تنظم العلاقة بين الناس وبعضهم، كأحكام الزواج والمعاملات المالية كالبيع والتجارة وأحكام القضاء والعلاقات الدولية. وسوف نتابع خلال الدرس حل الأمر وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا أسبوعاً سعيداً معاً. في نهاية الأمر
أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً وعطلة ممتعة. إلى اللقاء.